الوزارة الأولى تطلق أعمال اليوم التشاوري لمراجعة وإصلاح المنظومة التشريعية والتنظيمية في المسابقات الوطنية المخصصة لولوج الوظيفة العمومية. يدخل اليوم التشاوري في إطار تعزيز النصوص القانونية وإشراك الفاعلين في القطاع في وضع نصوصه التنظيمية والتشريعية. يدخل هذا اليوم التشاوري المنظم من مختلف الفاعلين المعنيين بمراجعة وإصلاح المنظومة التشريعية والتنظيمية في المسابقات الوطنية لولوج الوظائف العمومية في إطار الإصلاحات التي تسعى السلطات العمومية على تحقيقها، ويتضح ذلك جليا من خلال تعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ الغزواني الذي تعكف حكومة معالي الوزير الأول السيد إسماعيل والبدة ولي الشيخ سيدية على تجسيده على أرض الواقع في كافة المجالات. إن هذه المقاربة التشاركية من شأنها الرفع من مستوى الأداء وتحقيق أكبر قدر من الانسجام على مستوى النصوص القانونية، وهو ما يعتبر ركيزة أساسية لدولة القانون والحكامة الرشيدة. وبحسب الفاعلين في القطاع فإن اليوم التشاوري يهدف إلى الرفع من مستوى عمل الوزارة عبر مراجعة وتحسين النصوص التشريعية والتنظيمية لمواجهة الاختلالات والثغرات في النصوص القانونية التي تحكم اللجنة الوطنية للمسابقات. لا يخفى عليكم أنه تمت ملاحظة اختلالات تطبع المنظومة القانونية التي تحكم عمل اللجنة الوطنية للمسابقات في مجال التنظيم والإشراف على المسابقات الوطنية لولوج الوظيفة العمومية، الأمر الذي جعل الوزارة الأولى تبادر لتنظيم هذا اليوم التشاوري الذي يضم كافة الفاعلين والمعنيين بشكل مباشر أو غير مباشر بهذا الموضوع، وذلك من أجل تقديم مقترحاتهم ودراستها بغية إعداد إطار قانوني يواكب التحديات والإكراهات التي واجهتها هذه اللجنة في مجال تنظيم المسابقات الوطنية. وقد قدم الفاعلون في القطاع تشخيصا لواقع النصوص المتعلقة باللجنة الوطنية للمسابقات، معلنين أنه سيتم تنظيم يوم تشاوري فيما بعد لإشراك المعنيين في القطاع في مناقشة النصوص التي سيتم إعدادها بناء على المقترحات والتوصيات التي تقدموا بها.